الله يعينه اليوم أستاذ عيسى، إن شاء الله البلدية تتفاعل معانا. أستاذ عيسى بالفنيطيس طاحوا على بنغالي، مصيبة بنغالي هذا، يشيل الأنقاض بدل ما يروح يقطها في الأماكن المخصصة يروح يقطها بالبر. أحد المواطنين طاح عليه بالفنيطيس، المفروض هذا على أول طيارة يرجع، هو ربعه في المهبولة، بس حاسبوا اللي وراهم بعد، بس ما تقدر تحاسبوا اللي وراهم، البنغالي تقدرون عليه، ويمكن حين البنغالي ما تقدرون عليه. عطوني الترقيب. قطن وصاخ فات. انزل 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 بلدية، بلدية قطن وصاخ هني. شيل هذا شيل؟ هذا شيل ولا قطن؟ هذا قط ها؟ هذا شيل؟ يعني انت هذا شيل مالي. عند ابو سامي ها؟ لا ابو سامي ها؟ مالي. عند ابو سامي؟ شوفوا يا جماعه هني قط، قط وصخ، والحيوان يقول قاعد اشيل يعني. ما شفنا رد بعد من البلدية على موضوع المبولة اللي قدام اللي بدخل شارع فهد السالم، بخلصونا من القصة والله، أعطونا حلول والله عيب من الأخوان بالبلدية. طبعا شوارعنا قاعدة تذوب من هالمطر، لكن هناك مصيبة أخرى يسوونها سيارات الخط.